صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان. من خلالكم بدي وجه هالرسالة. يا جماعة، هل يعقل قائد جيش مكلف بالوكالة برئاسة حكومة بيضرب المنطقة الشرقية فيها مدنيين بهالشكل هذا؟ طيب يا جماعة، ما في واحد اسمه ميشيل عون، ما في محامي عمل نائب وزير بكل هالبرلمان اللبناني أو محامي ما عمل شيء عنده روح الوطنية يقول يعمل دراسة، ما عم نطلب شيء، يعمل دراسة ويقول أنا بقول إنه ميشيل عون لا له حق يتصرف بهالشكل هذا أو لا. لازم يكون في لجنة مثل ما في اللجنة المالية، لجنة القوات المسلحة، ويتحاكم ميشيل عون ويصير في انفستيجيشن عليه. إذا كان ما حدا بده يعمله، يعني لوين بدها توصل هالبلد؟ شو القصد فيها بس تنعرف وين بدنا نوصل؟ طيب، شغلة التانية يا جماعة، أرجوك أن تسمعوا، حتى لو صار اتفاق، أنا من سنة 2007 عم أقول على أنه الأجهزة الأمنية الأمريكية والإيرانية عم بيجتمعوا على طول، وكنت أقولها مسجلة عندي بالتليفونات اللي بعملها على صغرتها وعلى بيروت، وقايل هالحكي. عم تحكوا من 10 سنين يعني. نعم، فإذا حصل الاتفاق ما بيوقف الحرب الشيعية السنية لفرد سبب. إيران متعهدة هذا الالتزام وبدها تكفي فيه، وكل واحد بيقول العكس هو إنسان منه شايف قدامه وأشفيه. هيدي حرب بدها تكفي. أمتى بيجي القرار الإيراني بفتحة بلبنان؟ ما بعرف، هني بيعرفوا أش عم بيعملوا. وما في شيء بالوقت الحاضر، برجع بأكد لكم، شيء الأكيد أول ما قلت ومسجلي بالتليفون على التليفونات على صغرتها ومسجلي 100% عند الأجهزة الأمنية بلبنان، مثل ما أنا مسجلي عند الأجهزة الأمريكية ومثل ما أنا مسجلي عندي. قلت القذافي بده يموت، كان يومتها النظام السوري عم بيودي والنظام الإيراني عم بيودوا لمساعدة القذافي. كتير نرفزوا العملاء السوريين بأرض صغرتها، عملاء النظام بصغرتها، نرفزوا كتير مني أنه أي قذافي بيموت. فقلت لهم ولو بتجاوبوني أنا ها أيدوا عنكن على القلم والورقة. بعد ليبيا سوريا كان يومتها الأسد، يا لطيف إيش تقومت الناس ما هون شايفين شيء. هلا بتقولوا لي ليش أنت شايف؟ لأني برات العاصفة عم بتفرج، بشوف أكثر من اللي قاعد بالعاصفة. تعلمناها بالكازينوات، وتعلمناها بكازينوات القمار، وتعلمناها بالبورصة. لما بتكون داخل العاصفة ما بقى عندك قرار بإيدك، صارت اللعبة هي عم بتمشيك. فإذا بتريده، قلت لهم بعد ليبيا سوريا، وقام رد هيك الرد، وأكيد أكيد رد على تليفوناتي بدون ما يعرفني بشار الأسد، ورد هالرد هذا أنه أبدا ما بيصير شيء عندي وما بيصير شيء. طبعا عم بيزتوا ميل للإعلام، تعوا يا صحفيين قابلين، هذا كله قابل للدفع، ما حدا بيشتغل ببلاش. مش كل الناس بهلولين مثلي بيشتغلوا بباريس ببلاش، ما أنا ويردي هذه هالقصة بالعالم الغربي، العالم الصناعي، ما على شيء. هيدي خلصت منها، من أكد لكن هي هالكلام. هلأ أقول للفلسطينيين بالداخل، بالأول كنت أقول عن الفلسطينيين الموجودين بالخارج، يا جماعة، القاضي سليم عزار كتب مقال بجريدة النهار وموجود بجريدة النهار بالرأي، فيكن ترجعوا تقروه، كلكن المثقفين اللبنانيين قروه، انه هالمنطقة عن ايام السيد المسيح كانت كلها يهودية، المنطقة اللي هني بيسموها السمرائي والجليلة كانت كلها يهودية. بعد المسيح الامبراطورية الرومانية قعدت فترة طويلة كتير، مشان هيك في مسيحيين هونيك.
بعدين قعدت الامبراطوريه البيزنطيه مشان هيك كان في مسيحيين هونيك، بعدين جاي الفتح الاسلامي مشان هيك صار في اسلام هونيك. يعني هذا كله الدكتور القاضي سليم عزار بتصور قاضي كتب هالمقال هالتاريخي ووضح الامور. مشان هيك اذا كنتوا بتحبوا هذا هو الحل، المملكه المتحده الهاشميه هذا الحل الوحيد الموجود على الطاوله وتحت الطاوله، والباقي كله كلام سياسي ما له اي معنى. الفلسطينيين الموجودين بلبنان هذا حقا ان يصيروا مواطنين لبنانيين، هذا حقا حقا ما حدا بيشيل الحق. واللي موجودين بسوريا بيتجنسوا سوريين، وبالاردن بيتجنسوا اردنيين بيكونوا المملكه المتحده الهاشميه. اذا قلت لكم ثلاث شغلات، قلت لكم مشان سوريا ايران كيف متعهد النووي بدها تكفي الحرب الشيعية السنية، واللي بيقلكن لا قولوا له كذاب. الله انتو شايفين اليمن وشايفين هذا كله اللي حواليكم، اما امتن بتاخد ايران القرار على لبنان بده ينفجر شيعي سني. ما بدها كتير، ما بدها فلسفي، ما في لزوم. والدليل ليكو الدولة اللبنانية كيف انهانت، اش بده ينهان اكتر من الدولة اللبنانية؟ لك هيك بيعطوا لحالهم صفة كلام أقطاب. معلش بدي أعلق على كلمة أقطاب لبشارة الراعي، بنظري الأقطاب اللي سماهن هو بيناتهم، يعني أعني بكلامي الآن هو بيناتهم. إذا الأقطاب اللي كانوا خمسة، أعتذر وأتقدم بكامل الاحترام للرئيس أمين الجميل وللدكتور سمير جعجع، رغم كل الأخطاء اللي عملوها بالماضي يلي كلفت لبنان كتير غالي، منهن الرئيس أمين الجميل ميشيل عون. حدا بيجيب واحد مثل هيدا واي جيش؟ بتجيب واي جيش مثل ميشيل سليمان عائل راية؟ بتجيب واحد هيك بيدعي مدفعي وكذا وبيلعب صبو؟ كيف يعني؟ أعلى شي هلا ما بدنا نحكي، بعتذر منكم ما عم بذكركن انتو. بالزمان بتلفن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بالحقيقة شهيد ووطني كبير، بيذكرني بمدين. بمدين كان يحب كتير الجزائر، وكان بمعدته حب الجزائر، وكان يحب المنطقة العربية كتير، وكان وطني كتير تجاهه. صدام حسين روحه بنقلي طلب لعلاقته، خليني اوضحها كيف، لعلاقته الشخصية ما حدا بيعرفها بكل حزب البعث وبكل اللي كانوا مستلمين الوظائف من وزراء ونازل. هو عنده اتصال شخصي مثل ما فات بالحرب ضد إيران. معلش فبيقول له بتلفن الرئيس الشهيد رفيق الحريري لثروت برغوثي، كان موظف عنده بالأوجي، بيلاحق المعاملات بالدولة السعودية، معاملات الأوجي. فبيقول له إذا بتلاقيني على المطار، كانت الساعة 12 بالليل، بدنا نروح على جدة. فاعتقد ثروت بيخبرني هي اثنين أميته، بس عندي إياها مسجلة. فبيقول لي اعتقد إنه رايحين تنشوف الملك فهد مثل ما قال لي، على أساس شي مشروع كبير بدنا ناخده. قال لي بالمطار نحن طالعين بالطيارة، بيضرب ايده بيشيل ورقة بيقول له تشوف هالحكومة طالبين مني تشكل حكومة، كان عهد الرئيس أمين الجميل، تشوف هالوزارة. قال لي ريت الوزارة. قلت له بتتذكر منهم؟ قال لي اللي مات الله يرحمه ابن معروف سعد، مصطفى سعد، يمكن اسمه مصطفى، ايه مصطفى سعد. قال لي ضبيته هيك واعطيته هي وسكتت. قال له ما قلت لي شو رأيك فيه؟ قال له نقصي واحد. قال له أشو مين هالواحد اللي نقصته؟ مثل ما بقول دوما انه الرجال عنده راسين، عنده راس كبير فوق وراس صغير تحت، لما بيستعمل راس صغير تحت بيضيع الراس الكبير، وهون الخراب خصوصا بالقرارات. قال له نقص واحد. قال له مين هو؟ قال له راسي الصغير تحت. طلع عرف الشهيد الوطني الكبير رفيق الحريري. قال له يعني هذا الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني؟ قال لي يومتها وصلت لي ياسر عرفات وغشي من الضحك. فأنا بقول له لبشارة الراعي واثنين البقيين بالإذن من الرئيس الجميل والدكتور سمير جعجع،
ناقص راسي صغير من تحت مع قاعد بيناتكم. انتوا ما بيمشي معكن الا اللغه واحده الكن اياها بوشكم، قوموا الضبط بقومه، قوموا الضبط بعيب عليكم عملاء وجواسيس على ارض لبنان. هلو معلش معلش ليش بقي لمواري ما قالن حق؟ كتب اي كتب هذا بتقوله؟ هيدي رسالتي طبعا. واحد بده يقول الحقائق بقى خلاص بهالعمر، واحد بده يقول صاب باك سليم مات وديت له، بتذكر ايميل كتبته ووزعته، قلت له كتاب مذكراتك قول فيها كل اللي بتعرفه، ما بيساير بمذكراته ما قوله كله. شكرا والف شكر، ان شاء الله اكون ما طولت عليكم يا اصحاب اقلام الحرة بلبنان.